وانتم عرايس وتمساو وانتم الفايس وتمساو او نتمساو وحنا حجاج. كيف بقيتي بلاباس؟ كيف قاونا ميمات؟ نتمنى الله تكونوا كلكم على خير ومهنيين ومسلين وفرحانين، والغريب الله يرد له طانو والمريض الله يشافيه. كيف قاونا ميمات الحبيبات؟ كي دايرين مع الجبد الخريف؟ دخلنا عليك بالله، علاش الحسد؟ علاش الحقد؟ الحقد هو الحقد. علاش قلبك عامر بالحقد؟ علاش حاقدة على كل شيء؟ علاش تتصبح وانتي تصبح خصك هيف من تقبض، وخصك هيف من تشتم، وخصك هيف من تعاير، وخصك هي فين تخرج ديك الطاقة السلبية لوحدة اخرى؟ اشنو اللي تيكون ناقصك؟ اشنو عندها نصبحو خصنا هي اما نخطيو، هي ما نعيرو، هي ما نحقدو، هي يعني. ودابا خاصة ولات المسألة عند هاد النوع هذا كنا تنشوفوه تنإيفيتيوه. نهار الحد في الحمام ما تمشوش للحمام، زمان انا تنهضر على زمان، حيت كان نهار الحد تيكونوا ديك اللي مضغوطات في هذا بزاف الله يحسن العون، فين تيخرجوا ديك القباحة ديالهم، فين تيخرجوا ديك الشر ديالهم، فين تيخرجوا ارا مشيو للحمام تيديروا تتكون كانت معروفة. هذه ماشي يعني عجبتها من راسي، دابا ولات عندكم سهلة، نحلوا ديك التليفون او اللابتوب او شي حاجة وندخلوا ونخرجوا الحقد اللي عندنا لداخل. ايوا ارا من يديك، ارا ما نخليو شي. الا كنتي عندك ديك الكمية ديال الحقد الله يكون معنا والقداحة في قلبك، مش نجي قبالة المرايا ونشوف ارا نشوف علاش انا في هاد الحقد وفي هاد القباحة في هاد الحقد كله، حقد على الناس على المجتمع. كيف ما بغى يكون الانسان قل منك او كتر منك، صغر منك او كبر منك، ما كاينش الاحترام لا في السن ولا في اي حاجة. يعني المهم تنخرجوا قياس الخير الشر، تنخرجوا خصنا نأديو كل شيء عاد نكونوا مرتاحين. الله ينجينا ويبعد علينا، الله يبعد علينا، يعني يبعدوا علينا ما بعدت السماء على الارض. كنتي من ديك النوع اللي الله حضر السلامة خصو هي فمن يقبض، خصو هي حاقد، خصو هي فمن يخرج ديك الله يكون معنا ديك الطاقة السلبية اللي فيه ويأذي الناس. اجي قبالة المرايا وقول اجي يا راسي نشوف، ونشوف ونفكر ونقول علاش دابا انا تنخرج هاد الشر، نخرج هاد الحقد ونأذي الناس، شنو هو السبب؟ قبض راسك، جلس واحد القنيت ورد، شوف شنو عندك الداخل، شنو عندك الداخل قبيح خبيت، وحاول تصلحو. لان ما كاينش اللي يصلحو لك الا ما صلحتيش لراسك، ما كاينش اللي يصلح. ماش تبقى هكذاك دائما، الناس تزيد تطلعي للقدام، الناس تزيد تبارك الله تزيان وتقادد، وانت تزيد هي اللور هي اللور، وتتعمر هي الحقد، وتتعمر ديك 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 الشوينطه ديالنا اللي تندو معانا غدا يوم القيامه، النهار اللي تحل تخلع فيها الناس ما تتعرفهم ما تعرفوك، وانت حاقد عليهم، وانت تدخل تسب وتدخل تعاير وما تتخلي شيء، وتا وحده ما تتعجبك، وكل شيء تتخرج فيها الاولى، كل وحده تتخرج فيها. المهم الاداء ديالك وصل، يعني وصل، ما مخليه جيران، ما مخليه مول الحانوت، ما مخليه يعني ما مخليه حتى واحد. وهاد النوع راه دابا كاين بزاف بزاف بزاف، الله يكون معنا. ما عرف شنو هو السبب اللي زاد. كيف ما قلنا، نقول اجي راسي نمشي قبالة المرايا ونشوف ونجلس ونفكر ونقول علاش دابا انا دايره هكذا، اشنو ناقصني؟ عمر الحقد ما تيخليك تزيد لقدام، عمر الحسد ما تيخليك تزيد لقدام. نشوف دائما تنقولها ونعاود، دوانا هو نشوفو ما قل منا، دوانا هو نشوفو الا كنا صحاحين ويعني وشنو تنقولو وزايغين، حيت ديك النوع تيكون زايغ بصحته، تيقول يعني ما يتهدش، والله تعالى تيهد هد فرعون وهدو. نشوف يبدي نشوف راسك بديك القوه ديك الصحه وديك الخباته، نشوف وحده مريضه ما تتقدش تتهز، نشوف في راسي في هذا، نشوف اللي قل مني دائما، نشوف اللي قل مني باش تنرتاح. واخا احنا تنوصلوا تاديونا وما تنجاوبوش، وسبحان الله العظيم تدوز المده وتدوز السنين الا صبرتي، والله تعالى يعني تاخذ لك حقك. هذا الانسان اللي ما دار لك حتى شي حاجه، ما وصلك بالعيب، ما واخذ لك شي حاجه، ما تتعرفو، ما تتقرب لك، يعني ما حتى شي حاجه هي تتقبط وما تتخلي له شيء،
كان جارك، كان في الزنقه، كان دايز حداك، كان قاصك، كان المهم، كان في الانترنت ندخل نسب ما نخلي ما ندير ونعاير. هذاك مرض، هذاك الله يكون معنا كيف ما قلنا مرض دخلاني. نقي الداخل ديالك كيما قلنا وجلس واحد النهار وقل اجي نشوف شنو عندي، اجي نشوف دابا انا علاش هكذاك. ومنين تحب قياس الخير وتجيك ديك النغزه ديال خصك تادي هذا وتسب هذا، ارى نوريها الشغل كيفاش دايره، ارى نربيها، ارى نكتب، ارى ندير، ارى نفعل. نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. واحد السبعه ديال النوبات وبدوا قلنا لله وانا اليه راجعون. اشنو داروا لي هاد الناس؟ اشنو دارت لي هاد السيده؟ اشنو دار لي هاد السيد؟ اشنو دارت لي هاد الجاره؟ اشنو دار لي هاد مول الحانوت؟ ونصبر ونخليه ونتعلم، نعلم نعلم راسي الصبر، نعلم راسي الصبر، ونعلم راسي نخلي اموري في يد الله تعالى، ونحب نفسي. لان هذا كله لو كان ما كنتيش حاقده على نفسك والشريره مع نفسك، يعني الشر بدالك بنفسك الاول، ما يخرجتيش الشر للناس. دائما تنشوفوا اللي تيكون سبحان الله العظيم تيحب راسو، حب راسك، مقتنعه براسك، عاجبك راسك، حمد الله على راسك. ما تنأديو شي بلساننا او بيدينا نكتب ونعايرو، ما تنبقاو شي حاقدين على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى الجميع وكارهين كل شيء وفيما مشينا نأديو الناس. تنتمنى الله هلا يجعلنا نكونوا من هذا النوع، وهلا يجعلنا نكونوا الى لقينا ربي مع هذا النوع. وإلا كنتي من ديك النوع حاول يعني تعالج راسك براسك، ما قدرتيش، كان الاطباء النفسيين عطا الله ما قدرتيش، ما كانش عندك الامكانيات كيف ما قلت لك. نجلس مع راسي ونبخ راسي ونشوف اشنو ناقصني، ونشوف شنو هو السبب علاش انا شريره، وعلاش انا تنحسد الناس، وعلاش انا تنعاير الناس، وعلاش انا تنادي الناس. ونبدا نقي من راسي ونقي من قلبي ونقي. وديك الساعه ما تشوف الدنيا بواحد اللون واحد اخر، ما تشوف الدنيا واحد يعني الدنيا جميله محنا عايشين فيها، والناس ما شاء الله يعني ماشي كلشي قبيح، مازال الخير ديال سيدي ربي. الله الا لقينا مع محسن منا. تنتمنى الله نكون طرقت واحد الموضوع اللي راه يعني هالكنا في هاد الايامات بزاف بزاف بزاف. ونسال الله السلامه كما تنقولوا، ويغلبنا على نفسنا. وساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك، واللي عندها من تحت اللي تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحمها. ويرتا ام سيدنا محمد كما تنقول لكم دائما، وتنحبكم لله، والفيديو الجاي بحول الله.